300 ريال، سهم الوالدين ب 600 ريال، سهم الأسرة 900 ريال. يا اخوان احنا نتعشى في مطاعم والله العظيم احيانا نتعشى ب 500 600 800 وجبات بسيطة، غيرنا مو بلاقي ياكل يا الربع. دراهمك ما راح تدفن معك، دف اليتيم من البرد، وكل اليتيم من الجوع، احمل اليتيم من الامطار والعجاج، والله ولا شيء، اعمل لاخرتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهتين، من منا ومنكم لا يريد ان يخاوي الرسول في الجنه. يا اخوان تبي الرسول؟ الرسول يقول انا وكافل اليتيم كهتين، تبرع لاخرتك. والله العظيم احنا مقصرين، انت في حاجه وانا في حاجه، اليتمان في حاجتنا وانا اخوك. اليوم احنا في نعمه، بكره يمكن احنا في نقمه، ما تدري عن تقلب الايام. والصدقه تحمي من غضب الرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صفقولي يا الربع، صفقولي صفقولي. طيب عاملني معامل الطاوله. نواف كيف شفت البقره؟ انت اصلا يا ابو مبارك والله الذي نفسي بيده شوفتك عن الف تصفيقه. انت انسان انسان غير. يقول امسك ايه، يقول امسك الشاهي وانا معي القهوه. عيال عيال صفقه الرواش. الله يطول عمرك. يعني بقى يعني بكسبهم يعني. على راسي. لا 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 ما لو انا ما سعدوك كان طبقت الحكم. نواف. بصلح وين بصلح؟ انا فيني حساسيه اعذروني. كيف شفت الفعاليه؟ اعذروني ما انكرون. واشكر الجروب دعمك الرواسي. يقول لي والله ما قصروا. سلونا واكرمونا وغيروا من جونا، بيض الله وجيههم. واكثر شيء حبيته فيهم يوم جو بقلاوه. اعشق البقلاوه انا اعشقها. بشربها اليوم بدوم. الله يطول عمرك. شكرا لك. انس اخوي وحبيبي. نبيه يا ابوي. كيف شفت الفعاليه؟ قلنا شاي وايد. فعاليه اسمه؟ تنظيم الرواسي تقديم محمد شبيبه المسدي. تبي تقييم انس؟ والله العظيم. ابداع. والله انا ابداع. فارس حبيب القلب. ريتويت كلام انس. وش اقول يا؟ ريتويت كلام انس. اول شيء طال عمرك اول شيء ريتويت كلام انس. الشغله الثانيه انت مبدع يا ابو شبيب. الله يطول عمرك. وانت اخوي وعزيز وغالي طال عمرك واسعدتنا والله ونستنا صراحه بالصدق. أيوه. والله ان فعاليتك هذه احسن من بعض فعاليات المقدمين اللي متعاقدين معهم. يا بعد راسي يا ابو مبارك. من الاخير عزوز ازيد على كلام اخوي مبارك. بيض الله وجهك. والله نفس كلامه. الله ما اقدر انقله. لا لا انت شوف والله ممتاز يا ابو شبيب. وازع والله اجلس شوي. بيض وجهك العالية تحمسنا دايم وتبدع في تقديمك. يا بعد راس اخوك والله اني قليل من الكثير اللي دعمك يا حبيبي محمد مسدي. ابشر بالسعد اخوي محمد الملحم كريم سبلة. ابشر بسعدك. يقول كيف شفت العالية؟ والله الفعالية انها جبارة. ثقة الثقة على قولت عري. ما لها شكل والله. لا راحت عقبه عليا ولا جت عقبه عليا. والله عينك. واقول اللي بيقدم فقرات عصريات ينسحب دام موجود محمد المسدي. الله يطول عمرك. انا لو عندي انا ابشرك انا قد خصم علي سالم حزام. قد خلاص خصم وراح يخسر انا. الله يجزاه خير. يا حبيبي علاوي تعجز اللسان تجف الاقلام عن مدحك. يا اخي اللي يبغى يتعلم يتعلم محمد الربع.